يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. من بعد ما تكلمنا على الوسط فاش غادي يتغرس الشجر الجديد، وعلى التحليلات اللي خاصهم يتداروا باش يتعرفوا المكونات ديال هاد الوسط، أي الماء اللي عندنا والتربة بالخصوص، اليوم وصل بينا الكلام باش ندويو على الشجر نفسهم، اش من نوع، واش من صنف، واش من حار، علاش يكونوا ملقمين. اولا ندويو على الحار اللي هو اللي غادي الجذور ديالو يكونوا في الارض، علاش دوينا البارح. هاد الحار خاصو يكون مختار على حساب الغرق ديال الارض قبل ما نوصلوا للبيضه ولا للحجر، شحال ديال الجير وماده الكالسيوم خرجت لنا التحليلات ديال التربه ديالنا، كيفاش مكونات التربه، واش غليظه تيس ولا دهس ولا غير مرمله وخفيفه، واش الطقس مساعد ولا لا، اي على حساب الحراره والبروده والرطوبه ديال الجو والقوه ديال الريح اللي تيصوت والشوم اللي تيضرب في الصيف، واش الماء مالح ولا لا، واش الناحيه تدفع الشجر يكبر في ساع ويطوال بلا قياس وبسرعه، اذا خاصو حار ينقصلو شويه من الجهد ديالو، ولا بالعكس الناحيه والطقس ديالها ما معاونينش الكبر ديال الشجر وخاصهم حار يدفعهم شويه يكبروا. اما الاختيار ديال الشجر اللي يكون ملقم على الحار خاصو ياخذ بعين النظر القبول على الغله ديالو في السوق، الانتاج ديالو من ناحيه الكميه والكاليبر واللون والمذاق، مشكل التلقيح ديال النواره ديالو والتخلاط ما بين الاصناف جوج ولا ثلاثه باش يوقع هذاك التلقيح بسهوله، الملائمه مع الناحيه والطقس والتربه ديالنا ومع حتى الحار اللي غادي يكون ملقم عليه. ملاحظه اليوم. تكلمنا هذه شويه على الاختيار ديال النوع ديال الشجر والنوع ديال الحار اللي خاص يكون ملقم عليه، لكن ما بغيتش الناس يفهموا بان هذه المساله راها سهله ولا يمكننا نديروها بالزربه، لا راه ما سهله غير في الكلام. علاش؟ ايوا لان الانسان غادي يغرس اليوم الشيء اللي غادي ياكلوه الناس من هنا سنين، وغادي يبقى يدفعوا للسوق مده سنين كثيره، 10 سنين، 15، 20 عام ولا اكثر كاع. وكيفاش الانسان يمكن له يعرف كيفاش غادي يتبدل الذوق ديال المستهلك، ولا كيفاش تولي الموضه في استهلاك الفواكه مثلا من هنا 15 ولا 20 عام. زياده على هذا الشيء، الناس اللي تيبيعوا الشجر الصغير راه قليل فيهم اللي متبع السوق ويمكن له ينصح الفلاح نصيحه هكذاك لوجه الله، ومول الفول ما تيقول غير طياب كما تيقول المثال ديالنا. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.